بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اليوم في موضوع الكوز اند افكت دايجرام، مخطط السبب والأثر في مساق تطبيقات إدارية محوسبة لبكالوريوس الإدارة التقنية. اوكي، احنا في برنامج الفيزيو سبق أعطينا عليه في مجموعة الجانت تشارت. اليوم احنا في موضوع الكوز اند افكت دايجرام. اوكي، كاتيجوري، احنا في مجموعة البزنس فيها مجموعة من التطبيقات، فيها البرين ستورمينج دياجرام، سبق حكينا عنه هذا التطبيق. اليوم احنا في الكوز اند افكت دياجرام. اوكي، الكوز اند افكت دياجرام، كرييت كوز اند افكت دياجرام، اللي هو مخطط السبب والاثر، also known as fishbone or ايشيكاوا دياجرام، له كمان اسمين، fishbone دياجرام، مخطط عظمة السمكة، أو الأيشيكاوا اسم العالم الياباني اللي ابتكر هاي الطريقة. To systematically review factors that affect or contribute to a given situation. بسوي فيه مراجعة على العوامل اللي بتأثر على وضع معين. أوكي. Create. ببدأ عنا في هذه الصفحة الفاضية. بتجيب لنا هو هذا الشكل الديفولت. احنا بنستغني عن هذا الشكل الديفولت. ظللوا على الديليت وبنبدأ. في البداية عندنا هاي الأشكال اللي على جانب الصفحة. الإفكت احنا بنعرف الإفكت اللي هو الأثر. الإفكت اللي هو الأثر. أوكي. والكوزز هايهم هون ظاهرين. الكوزز كوز 1 كوز 2 سكندري كوز برايمري كوز اللي هي الأسباب. اللي هي الأسباب. أوكي. في عندنا الفيش فريم اللي هو هيكل السمكة. نبدأ في الشكل. أول إشي بنجيب هيكل السمكة. هاي هيكل السمكة ظاهرة عنا إنه معبي الصفحة. هيكل السمكة. أوكي. ومن ثم الإفكت اللي هو الأثر. والأثر نحاول نوسطه في وسط هيكل السمكة. نسحب الإفكت. طوله شوي عند نهاية الذيل. أوكي. خلينا نبدا في الاناليسز. ناخذ كيس اداريه اليوم. خلينا نحكي عن الكيس اللي بتحكي عن الوضع الاقتصادي او الازمه الاقتصاديه المرافقه لازمه فيروس كورونا المستجد. فاذا شو الموضوع اللي هو الافكت الاثر اللي احنا بدنا نحلل شو الاسباب اللي ممكن توصلنا لهي الازمه. الاثر اللي هو الكورونا فيروس economic crisis. اوكي، هذه الكتابه ممكن نخليها تحت بعض. نيجي بعد الكلمه الاولى economic crisis. اوكي، اذا الاثر بحكي عن الكورونا فيروس economic crisis، الازمه الاقتصاديه المصاحبه لما يسمى بازمه ايش الكورونا، ازمه الكورونا. اوكي، هون الشكل احنا بنلاحظ انه ملون بالشكل الازرق. ممكن انا اغير الشكل هون، اخليه اللاين بلاك اند وايت، خليه بلاك اند وايت. اوكي، نبدا. هذا الاثر اللي احنا بدنا نحلله. ايوه، واضح انه هون كورونا فيروس ايكونوميك كرايسيس. انا في التحليل اللي بدي اسويه اليوم ممكن احكي على ثلاث مجموعات من الاسباب اللي ستقود الى هاي الازمه. ثلاث مجموعات من الاسباب اللي بنحكي عن الكاتيجوري. كاتيجوري هون اسم المجموعه يعني، او شو تصنيفك للمجموعه، التصنيفات. فعندنا هاي اول مجموعه، ممكن طولوا شوي هيك، وهي المجموعة الثانية كاتيجوري 2 تحت تيجي. وهي المجموعة الثالثة بنرجع نستخدم كاتيجوري 1، نرجع نستخدم ايش كاتيجوري 1. اوكي، هاي عندنا 3 كاتيجوري. اوكي، الكاتيجوري 1 اللي احنا رايحين نحكي عنها اللي هي من اهم الاسباب اللي رايحه ترافق هاي الازمه، الانفليشن.
انفليشن معناتها التضخم، انفليشن يعني التضخم، يعني لو بنحكي عن ارتفاع في الأسعار. المجموعة الثانية اللي هي في الـ unemployment، unemployment البطالة، والمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة في الأدوات النقدية، الأدوات النقدية اللي هي سواء بنحكي على البنوك، الشيكات، أسعار صرف العملات. أوكي، مونيتاري، مونيتاري، مونيتاري اللي هي الأدوات النقدية. أوكي، إذا عندنا الإيكونوميك كرايسيس، الأزمة الاقتصادية، نحكي عن ثلاث أسباب رئيسية نحللها: الإنفليشن التضخم، الأن إمبلويمنت البطالة، المونيتوري الأدوات النقدية. نبدأ في الإنفليشن. الإنفليشن ارتفاع في الأسعار. شو الأسعار اللي ترافق هاي الأزمة زي ما احنا بنشوف اليوم؟ اللي هي أول شيء الميديكال سبلاي برايسز، اللي هي أي شيء له علاقة في الإمدادات الطبية، والهاي فود برايسز ارتفاع أسعار الغذاء، والرو ماتيريالز اللي هي المواد الخام. هذه أسباب فرعية لهاي المجموعة اللي هي مجموعة الانفليشن. إذا احنا بنحكي على الكوزز، على ايش؟ الكوزز. اوكي، نبدأ في برايمري كوز 1 اللي هو سبب رئيسي أول، سبب رئيسي أول. احنا عندنا ثلاث أسباب، واحد، إذا برايمري كوز 2، اثنين، برايمري كوز 3. إذا عندنا احنا ايش؟ ثلاث أسباب رئيسية. اوكي، برايمري كوز 1 زي ما قلنا احنا في الانفليشن راح يصير عندنا ارتفاع في اسعار الميديكال سبلايز، الميديكال سبلايز. اذا هاي ميديكال برايسز، هاي ميديكال برايسز. اوكي، كمان ممكن اسويها انا فوق بعض الكلمات، هاي ميديكال برايسز، ارتفاع في اسعار المواد الطبيه. كمان راح يصير عندنا، وهذا احنا بنشهده اليوم، هاي انتر فود برايسز، ارتفاع في اسعار الغذاء، ارتفاع في اسعار الاغذيه، وارتفاع في اسعار المواد الخام، هاي raw materials، raw materials prices، ارتفاع في اسعار المواد الخام. اوكي، نلاحظ انه هون لما بكتب بيجي بعيد شوي عن السهم، ممكن اسوي له alignment، alignment يعني زي هاي raw materials prices اسوي لها alignment على اليمين، هون هاي food prices اسوي لها alignment على الشمال، وهاي ميديكال برايسز اسوي لها الاينمنت على اليمين. تمام، اسوي لها الاينمنت على اليمين. اوكي، اذا شايف انا انه الخط صغير شوي ممكن اكبر الخط، اجي من هون زي ما احنا شايفين، بضلل كل الشكل. اوكي، باجي على حجم الخط، هو محطوط 8، خلينا نسوي 10، كبرنا الخط شوي. هون نرجع نكبر حجم الصفحة، نرجع نكبر حجم الصفحة. هون هدول الأشكال ممكن أنت تصغر عرضهم بهالطريقة. أيوه، صغرنا الحجم بهذه الطريقة. أوكي، إذا صار عندنا هون في الكورونا فيروس ايكونوميك كرايسيس، الأزمة الاقتصادية المصاحبة لهذا الفيروس، أول سبب من هاي الأسباب اللي هو الانفليشن، الانفليشن اللي هو التضخم، ارتفاع في الأسعار. حكينا على ثلاث أسباب: ارتفاع أسعار الإمدادات الطبية كلها، هذا يسهم في هاي الأزمة الاقتصادية، ارتفاع أسعار الأغذية يسهم في هاي الأزمة الاقتصادية، ارتفاع أسعار المواد الخام، وهذا يسهم في الأزمة الاقتصادية. أوكي، نيجي على البند الثاني اللي هو الـ unemployment.
unemployment يعني البطالة، unemployment البطالة. ممكن نحكي على نوعين من البطالة اللي احنا شايفينها اليوم، اللي هو أول إشي العمالة داخل ال 48 low workers in area يعني 48 و lay offs local workers تسريح العاملين في السوق المحلي. اوكي، هاي عندنا سببين رئيسيات نبدأ فيه. السبب الأول في الـ unemployment، هاي عندنا هون حكينا على سببين. اوكي، هاي لازم السهم يكون شبك مع الخط الرئيسي. شبك مع شو؟ مع الخط الرئيسي. اوكي، في عندنا هون أول إشي في الـ unemployment راح يصير عندنا low workers زي ما احنا شايفين، low workers in area 48، انخفاض عدد العاملين في أراضي 48. احنا رايحين شايفين كيف انه في اغلاقات وتسريح لكثير من العاملين. الجزء الثاني اللي هو راح نحكي عنه lay off. lay off يعني تسريح، lay off local workers، lay off local workers تحت تسريح عاملين في السوق المحلي. في السوق المحلي، اوكي، تسريح العاملين في السوق المحلي كمان وانخفاض عدد العاملين او في الاراضي في الداخل يعني. اوكي، بنقرب الاشكال. اوكي، الان في التسريح في السوق المحلي ممكن يكون في كمان سبب فرعي، يكون في كمان سبب فرعي انه سواء في المؤسسات الصغيره في البلد اللي سكرت وهي كان فيها عمال والان روحوا، والجزء الثاني اللي هو الشركات الكبيره يعني. معناته انا هلا باجي بستخدم، وانا بستخدمين البرايمري، هلا باجي بستخدم السكندري كوزز. السكندري كوزز في له زي ما احنا شايفين ثلاث اشكال، اما بنكتب على راس السهم او في داخل السهم او في السهم الصاعد. خلينا نستخدم المكتوب في داخل السهم، هذا في كفاءه في استخدام يعني المساحات. بيكون هون معناته في عنا السمول بزنس، سمول بزنسز اوكي، وفي عنا كمان المشكلة الثانية اللي هي الكومبانيز. كومبانيز تمام. اذا lay off local workers small businesses للشركات يعني المؤسسات الصغيرة، محلات، مطاعم، كوفي شوبس غيره، والكومبانيز على نطاق شركات أكبر حجم. إذا في الـ unemployment ارتفاع نسبة البطالة، السببين رئيسيات احنا هذول في مجموعة البطالة. أول إشي low workers يعني انخفاض عدد العاملين في الداخل، والجزء الثاني تسريح كثير من العاملين اللي بيشتغلوا في السوق المحلي لانه في كثير من المؤسسات او الاعمال الصغيره راح تسكر، و سواء جزئيا او تخرج من السوق. وكمان الشركات اليوم الكبيره صارت تخفف من اعداد العاملين، اما باعطائهم اجازاتهم او العمل بشكل ايش دوري. السبب الثالث اللي هو المونيتوري. المونيتوري يعني الادوات النقديه، أدوات النقدية monetary instruments أو في القطاع النقدي. في المونيتوري عندنا الإشي اللي إحنا بنشوفه اليوم اللي هو من أول الأسباب يعني التذبذب في أسعار صرف العملات، تذبذب في أسعار صرف العملات، وهذه بحد ذاتها ترتب عليها خسارة لناس كثير. إذا الإكسشينج ريت exchange rates exchange rate volatility، اذا التذبذب في اسعار صرف العملات.
وهي كمان من الأسباب اللي بتدعم نحو الأزمة الاقتصادية. الجزء الثاني اللي هو loans defaulted، تعثر كثير من القروض، واليوم حتى البنوك أجلت سداد القروض لثلاث أشهر أو أربع أشهر. loans انتر دي ديفولتد، لونز ديفولتد. اوكي خلينا نجيبهم نسوي لهم محاذاة على الجهتين. اوكي، وكمان من الاسباب الشيكات الراجعة اللي هو ريتيرند تشيكس. اليوم الشيكات الراجعة حدث ولا حرج. هاي هاي انتر ري تيرند ري تيرند تشيكس. هاي ريتيرند تشيكس. المحور الرابع من هاي الأسباب اللي حصل لو كاش سبلاي، انخفاض عرض النقد، انخفاض عرض النقد في السوق. شو يعني انخفاض عرض النقد هون في السوق؟ انا بدي احكي يعني اركز عليها في جانب انه كل واحد معه شوية مصاري شوية كاش كقاعد، شو بسوي؟ بحتفظ فيها و بضب. اذا لو كاش سبلاي، انخفاض عرض النقد، وهذا منطقي لانه الناس مش عارفة وين رايحة. اوكي تمام، هيك التحليل عنا شو اكتمل، هيك التحليل عنا شو اكتمل. تمام، خلينا نجي نشوف فيو برزنتيشن فيو. اذا عنا احنا هون مثلنا الازمة الاقتصادية بسبب الكورونا فيروس، هاي اللي هي الافكت، هاي النتيجة، وهون هاي بيمثلوا الكوزز، الاسباب التي ستقود الى هاي الحالة. حكينا عن الانفليشن، حكينا عن الان امبلويمنت، حكينا عن المونيتوري. هذا اذا الموضوع اللي حبينا نشرحه اليوم. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم.